ارحم والدي وارحم الجميع باش دعاء مستجاب. الله يرحمه ويرحم والدينا والدينا الحباب والدي المسلمين يجعلهم فاعلين. هاد الليلة راها مباركة عندكم، الله يجعلها رحمة للأموات جميعا وشفاء الأحياء. أنا جاي غادي كلشي دركو أكون هاني، هذاك الشيء كاع اللي كاين في الحلم المدني راه غادي يدوز إن شاء الله. الخيط اللي ما نعرفوش راه غادي تعرفنا بيتا باش بتنبروا هذاك الشيء راك عارف. أبو الكريم الله يصلح الجميع، الله يرحم الأمة الجميع، تركة الحاج أحمد أين تنضوكوا؟ الله يصلحهم جميعا، الله يألف ما بينهم، الله يألف قلوبهم، الله يصلح لهم التركة والعيش المباركة. سيدي محمد حاضر معنا، الله يجعلهم من الحامدين ومن الشاكرين، الله يعطيه دنيا ودين، الله يجعلهم من المهديين ومن المرضيين، الله يربحهم ربحوا الصالحين، الله يقضي غرضه في الحين، وغادي تلقى يديرنا الزرد يوم الاثنين ونجيو عندهم مجموعين. الله يصلح وليداته، الله يصلح الغيب، الله يصلح الحاضر ويصلح الدار وما يشوفش الغياب. والحمد لله رب العالمين. سيدي عبد الله راه ما حاضرش وردوه معنا قبيله وقال لك ديروا لي الدعاء، وراه عزيز عليه الجماعه وفرحان ليكم بجماعه وما طلبش نطلب الكريم. الله يفرحوا جماعه، الله يفرحوا بالصحه وقول الوالده الشفاء والخيرات وطول العمر والبركه في الصحه وفي البصر وفي العمر، الشفاء العالي والصحه والسلامه، يقضي غراض وما تقضي غراض صالح، الله يجعل لنا نصر مبين ورضاته تعم عليكم في الحين. سيدي محمد وخياته سيدي مصطفى وكل شيء نعم بخلق الله هذه شهادة يشهدوا بها اليوم يشهدوا بها أمام الله. راه حارسوا ماشي ديالو ويساهم والعمل الخيرية والأعمال الاجتماعية غير تواصل معاه يقول لك مرحبا ما يردكش بلا ما ندير شي حاجة. الله أكبر، الله ينفعه. أنت شوف شوف الباب ديال الخير راه ما وقفش من ولا يزيد لي خيط اللي حب الله كيقول لي تعال لهذا الباب تاع الطريق تعال تعال اعمل فيه الخير راني باغي في الخير. هذا راه بغى لي الله تبارك وتعالى الخير والريده ديال الخير والمنفعة للعباد. نطلبوا الكريم الله ينفعوا دنيا واخره، الله يجعلوا في ميزانيه حسناته، ترحموا بها الاموات وتشافوا بها الاحياء. سيدي محمد الله يرزقه الخير، الله يرزقه السلامه، هو كيتعاون وكيعاون، الله يجعل عقانه من الملائكه، الله يجعل الكريم يعون كل عوين في السفر وفي الحضر، جا الواحد قهر وما يشوفش الغيار، لا في صحته ولا في وليداته ولا في خوياته ولا الجميع. وقول سيدي مصطفى الله يعطيهم الرضا التام، والله يجعلهم ان شاء الله زهير. الله يسهل يومهم كيبغاو، الله يجعلهم مؤلفين قلوبهم ومؤلف الصالحين، الله يحفظهم من العين والجاه رب العالمين والسي عالي، الله يصلح الكبير والصغير ولاد سيدي عبد الله والخيرات شله، الله يصلحكم جمله بجاه مول القدره وتوحد من التله، واللي بغى يتولي اللي راه غتوصلكم بحسن ومعنى والشفاء والصحه والسلامه، والله يربحكم ربح الدنيا والاخره. ونزيدكم حاجه اللي جا عندكم الليله راه غادي يدي تاكل قربه ديالو عامة. ها؟ كومبليت دي كومبليت راك عارف اللي قاري دركو مع الفرنسي ولا اللونجلي راه غادي يعرف اش كاين. طلبوا الكريم الجماعه جميعا الله يصلح كبير وصغير، الله يصلح لهم الحال والاحوال، الله يصلح لهم الافعال والمقال، الله يصلح لهم الدات ويصلح لهم الوليدات ويجيهم الهفات ويستر ما باقي ويستر ما فات ويجي سيد الكائنات، الله يجعل جامعتهم قويه ويحفظهم الله ما تحفظوا الاولياء والحمد لله رب العالمين. دريس.